والله يعني اذا حسيت بكآبه بالبيت اقدر مثلا اقولهم لعائلتي اخذهم وياي نطلع بالسياره نغير جو نفطر مثلا بهال يعني ببغداد نفطر على المولات نروح مكان جديد مطعم جديد فتشي هيجي تحس نفسك ضايع اي طبعا يعني هذا المكان ترفيه تقدر تنفح عن نفسك توخر الكآبة والضوجة معك اي طبعا انا سعادتي مني اشوف عائلتي مرتاحه ودا نفطر وهذا يعني من كيفي يعني تروح الكآبة حبيبي يعني هو هذا اوضاع العراق يعني انت تعرفهن صعبه يعني واحد وين يتوجه وين يروح غير المولات ماكو غيرهن يعني ترى الصراحه واحد غير يحكيها انه اتجاه للمول غير المولات والمنتزهات وثاني شيء الامان برا يعني شوي تعبان فلهذا يعني واحد وين يتجه غير المولات شوي اماكن جوهم حار برا جو مرتب هنا ماكو غير شيء بعد انت من تكون ضايج تطلع برا حتى تسعد نفسك تاخذ لك كاب من عندك اكيد يعني انا هسه انا اتجهت للمول طلعت من البيت اتجهت للمول لان فد نوب وصلت عندي أول شيء يعني أبتعد عن الأشخاص السلبيين هاي أول شيء يعني أي شخص يعطيني طاقة سلبية نكدي أو هو هم ضايج مثلي أحاول أبتعد عنه أقترب من الأشخاص الفرحين المرحين أدور عن الشغلة اللي أنا تسعدني أحاول أسويها إذا هي طلعة أو لقاء أصدقاء معينين أو أي شيء أحاول أسويه أحاول أبتعد عن الطاقة السلبية يعني مو سوى حسب مثلا اطلع ويا اصدقائي نروح نغير جو نلعب بلياردو هالشيء نروح الكوفي يعني اي طريقه انه بس يعني هو طريقه ترفع عن نفسك تروح الكآبة كلها يعني نطلع انا وجماعتي نروح الكوفي نروح المكان شيء ترفع عن نفسك صراحه هذا الموضوع نحن نتعرض له بكثره بشكل مستمر واحيانا يكاد يكون هذا الموضوع يومي قبل كل شيء يجب ان استوعب انني في ضجر استوعب المسألة بأنني أنا في ضجر ويجب أن أتحول من حالة الضجر إلى حالة الراحة والاسترخاء قبل كل شيء يجب أن أستوعب بأن هذا الموضوع بسيط وموضوع متكرر وأهم نقطة أن أتجاوزه هذه في كل شيء أما مسألة كيفية أن أسعد الذات أولا اللجوء إلى الوحدة والابتعاد عن المشاكل والمعقدات ومشاكل الحياة ومشاكل المجتمع لمعظم المشاكل تنبع من المجتمع فشعور الوحدة والاسترخاء هو عامل مهم جدا لبداية الوصول إلى حالة السعادة أو حالة ترك الضجر إن سميناها يعني ممكن أنه أسافر نقعد بمكان أنا والأصدقاء كافيه مطعم أو يعني نسوي أي شيء ترفيه شوية يخلصنا من الحياة الروتينية اللي احنا عايشين بها حاليا يعني يعني بهذه الطريقة تقدر تسعد نفسك أنت؟ أي طبعاً بطريقة إنه أنا مجموعة الناس اللي وياي بالأشياء اللي نسويها إحنا كعادة يعني بالعراق إحنا هنا عندنا أشياء هواية ممكن نسويها يعني إحنا هنا مجتمع نقدر نسوي بيه أي شيء عندنا ما شاء الله خير من الله هذا المول الجديد هذا أبسط شيء عندنا أماكن كلش حلوة وراقية عندنا ناس حلوة ممكن نشوفها كل يوم تقدر تسعدنا يعني